اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. لا فراخ ولا لحمه ولا سمك النهارده. معقوله يا جد شيف؟ بصراحه احنا الكاونتر قدامنا اهوت في بتنجان، في فول، في جبنه موزاريلا، في جوافه، في جوز الهند، في الحاجات اللي هي متواجده في مطبخك دايما، البصل والثوم والزبده والسمنه والحاجات اللي هي يعني المطبخ ما بيستغناش عنها. وصوره البتنجان على الشاشه بتتكلم مصري. احنا عارفين البتنجان بيتاكل مسقعه لطيفه جدا، واحنا المصريين شطار في اعمال المسقعه، ناكلها سخنه ناكلها بارده. انا هعمل النهارده مسقعه البتنجان بالطشه بس مختلفه على طريقه المغازي، هتعجبك، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ومعانا جلاش ومعانا جبنه موزاريلا، جاي على بالي اعمل الفول بالجلاش مع الجبنه عشان الاولاد يحبوه، ودي وجبه غدا على اولادك ما يجوا من المدرسه تكون جاهزه، فيها البروتين النباتي والبروتين الحيواني. هتقولي البروتين الحيواني جاي منين؟ مفيش لحمه ولا سجق، في يا ام الجبنه الموزاريلا منتجات البروتين الحيواني. حلو الكلام؟ معانا الجوافه النهارده مع بعض هنعملها عصير بجوز الهند. جوز الهند مفيده جدا للشعر، مفيده للبشره، لها فوائد عديده، بيصنعوا منها زيوت. ايه المشكله لما نستخدمها في بعض العصائر بتاعتنا او السموزي بكميات قليله او كتيره؟ هنشوف ازاي نعمل عصير ما بين الجوافه وجوز الهند نقدر نديله طعم الفانيليا. الفول نشوف بقى اديله على الشاشه، موسوعه طبعا. والفول من الحاجات اللي نروح في اي مكان في الدنيا في العالم أكلة مصرية، وإحنا المصريين شطار في عمايله، وعلمنا الدنيا كلها تعمل الفول إزاي. إذا كان الراجل الطيب بيعمله في العربية على الشارع على نصفة الشارع، الفول بالزيت الحار، الفول بزيت الزيتون، الفول بالطماطم، الفول بالقوطة، الفول الإسكندراني، الفول من الأكلات المصرية المعتمدة وطبعا موثقة في كل أنحاء العالم. تعالوا نشوفوا نعمله مع بطريقة إزاي، طريقة جديدة بالجلاش، هنشوف نعمله مع بعض إزاي. فول، عجينة جلاش بتشتريها من اي سوبر ماركت، ومعانا جبنه موزاريلا، ومعانا بصله وتومه. حلو الكلام؟ وتعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. ادي البصله والتومه، لا مش هحط له طماطم، زيت زيتون، بصله ناعمه، طبعا الأبحاث العلمية وتوثيق الأكلات، الفول من الأكلات الموثقة والمدرجة من الأكلات المصرية الشعبية في كل أنحاء العالم، واخدة الشعار المصري. آدي زيت الزيتون مع البصلة والتومة، ممكن نحط زبدة وما نحطش، بس أنا مش حابب أحط زبدة. حلو، استنى على البصلة ما تاخد لون تاخد طعم. عندي شوية فول حلوين زي دول كده، بس قضيهم هنا كده يا ويلي، اقلبهم على النار. حلو، الله على الريحة. مشاكل الفول مع الكولون بيعمل غازات، وانا شخصيا بعاني من الفول. اقوم اعمل ايه يا عم الشيف؟ احط له كمون، سبحان الله. اضافة الكمون للفول بيشيل ايه؟ الغازات. ادي كمون، بابريكا، وطعم الفول كده، شويه الملح التمام، ومن فضلك دمسي الفول في البيت يفضل، شويه البهارات بتوعك زي الفل، ونقلب كده. عندنا فول لطيف وجميل، الفول ده مدمسينه في البيت. يتدمس ازاي يا شيف؟ تغسلي الفول مره اتنين تلاته نقعتيه، من فضلك ما تحطيش بيكربونات صوديوم، تسمعيش نصيحة جارتك، عايز الفول يستوي بسرعة حط معلقة بيكربونات. بعد أكلة والتانية والتالتة وانت في ريعان شبابك هيجيلك ارتجاع من الريق، في عز نومنا نوم من على المخدة، ارتجاع من الريق يعني الأكل بيرجع تاني نتيجة البيكربونات صوديوم. هنخلط ده كده مع بعض،
خلص الكلام دي بنشيلها كده ونخلي دي هنا كده ودي تروح هنا كده. بقى الفول جاهز عندي، بجيب عجينة الجلاش اللطيفة الحلوة دي كده. عجينة الجلاش جبتيها، أنصحك تطلعيها وتحطها في الكيس بتاعها. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تنشفش منك. تلاحظ إن أنا حاططها في الكيس لغاية لما أجي وقت أشتغل. الفول عندنا هيبوظ البوتاجاز. قالوا الكلام، بنشيله نحطه هنا كده. جهز الفول بالطعم. باخد العجينة الحلوة بتاعتي دي كده وابدأ اعمل فول بالجلاش بطريقة حلوة، زي اللحمة المفرومة بالجلاش او صينية جلاش باللحمة المفرومة. مفيش حد احسن من حد. ايه رأيك في الجو ده؟ هاخد الفول ده احط له الجبنة. خد البهارات زي الفل. بقت حاجة جديدة الأولاد هيحبوها. عندي شوية زبدة أو سمنة بلدي زي ما أنت عايزها. يفضل معلقة سمنة بلدي حلوة. دعميها يبقى بروتين حيواني وبروتين نباتي الاتنين مع بعض. على فكرة تقدري الاتنين البروتين الحيواني والنباتي الاتنين يكونوا في طبق واحد. بس لازم بإيه؟ بخبرة طهوية. زي ما أنا دلوقتي عملت الفول بالزبده او فول بالسمنه. سمنه بروتين حيواني، فول بروتين نباتي، اصبح ان هنا بناخد القيمه الغذائيه العاليه من الطبق الواحد اللي بناكله، هي دي الشطاره بتاعتك في المطبخ، يكون عندك الثقافه الطهويه وتدرسي مطبخ، مش تدرسي ازاي تقشر الثوم والبصل وخلاص، لا، يعني ادرس احط ايه على ايه في الاخر هيديني ايه، ده مهم جدا على فكره. انا عندي عجينه الجلاش وعندي الجبنه الموزاريلا، بحط شويه جبنه هنا كده. حلو. السمنه اخبارها ايه؟ اهي معانا فرشاه زي دي كده، شويه سمنه حلوين كده يدوا طعم. كنت احط زبده بس الجلاش يحب السمنه. المعجنات عموما يعني رقاق يعني سمنه، جلاش يعني سمنه. هناخد السمنه دي كده عشان لما تخش النار تبقى مقرمشة. نخليها على جنب. ناخد كمية الفول الحلوة دي كده. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة، ده فول. الله أكبر، حلوة يا شيف. والله فكرة جديدة. ناخد الجلاش ده كده. ناخد دي كمان كده. هندخلها الفرن. هي عايزه 5 دقايق في الفرن تاخد لون بس او تحمر العجينه معانا، وان شاء الله وقتنا هيسعفنا باذن الله. نحط شويه السمنه الحلوين. عندي جبنه موزاريلا عشان اول ما نضرب المعلقه نلاقي جبنه. عاملة بيتزا يا ماما اللي عاملة لكم فول النهاردة على طريقة المغازي بالجلاش، هي دي الفكرة. بنحط مع الجبنة دي شوية بقدونس. شفت الطريقة الجديدة ديت؟ اهو عايزاها سبايس، احط فلفل حار ونقلب العجينة دي كده عليها. اللهم صل على النبي. وهندخلها الفرن. ناخد بقيه العجينه معانا، نحط السمنه البلدي على الوش وندخلها الفرن. تطلع معانا مقرمشه زي الفل. ولادك ياكلوا منها، يبقى طبق جديد مش كل يوم فول بالزيت الحار. امرني. ها؟ لا لا ما هتقطعها بالسكينه. هوريها لك دلوقتي. خلينا نحط السمنه البلدي وندخلها الفرن في درجه حراره 180 على ما يكون عملنا عصير الجوافه بتاعنا بجوز الهند. حلو الكلام ده؟ طبق حادق مش حلو.
وعشان هو طبق حادق ومش حلو، نقوم نعمل ايه بقى؟ التركايه الاخيره بعد ما نروق الدنيا، هو ده الكلام. رشة بابريكا حلوة، يا ويلي يا ويلي، هو ده الشهوة. على الجلاشة كده، حلو الكلام، تديها لون تديها طعم. حلو، هندخلها الفرن في درجة حرارة 180. يلا بينا. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى فول أو صينية فول بالجلاش. نظبط الشبكة بتاعتنا وأنا ومخرجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حلوة. بص عليها كده، العب. تعالوا مع بعض نعمل عصير الجوافة بجوز الهند، ودي حاجة جديدة. السكينة لو انت مقطعة بها بصل وجيتي قطعتي بها بطيخة بعد ما تغسلها عادي كده، هتلاقي ريحة البطيخ بصل، فلازم تغسلها كويس. خلينا نطلع الفول بتاعنا، تبص عليه في الفرن زي ما تحب حبيبي. يلا، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بص على الحلاوة، بص على الشقاوة. صينية فول بالجلاش، ألف هنا وشفا للي ياكل. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ بدأنا الحلقة بتاعتنا النهاردة لا فراخ ولا لحمة ولا سمك، ولكن لازم تكوني بتتابعي البرنامج الشهير أكلة أمي، ويا رب ما نتحرم من إيديها. لازم إن أنا أقدر أنوع السفرة بتاعتي بشوية بتنجان. قدرت إن أنا أعمل شوية مسقعة بخبرة طهوية، البتنجان اتحمر، عملنا له الطشة اللطيفة اسمها طشة المغازي، شفناها اتعملت إزاي مع شوية فلفل حار، وحرمشنا الطبق كده وزي الفل. ده عدل وسلطة زبادي بالخيار واتعشت. لو أنت هتعمليه بس جنبيه شوية جلاش بالفول بالجلاش زي الفل. ده برضو لو هتعمليه لوحده عدل وطبق سلطه خضراء، مش سلطه زبادي، طبق سلطه خضراء، ويا ريت نقطع عليها شويه جبنه قريش، تبقى وجبه برضو متكامله. انا بوريلك ازاي، مش لازم تعملوا الطبقين مع بعض. معانا عصير الجوافه بجوز الهند، ويفضل طبعا تقديم العصير الطازه بالفواكه الطازه على سفرتنا بدلا من المياه الغازيه. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.